منظمة الصحة العالمية أعلنت أننا ممكن نكون بنواجه أزمة صحية عالمية، والمقصود مش أزمة صحية عقلية، بسبب اكتئاب العلماء والفيزيائيين لعدم مقدرتهم على كتابة وصياغة نظرية كل شيء اللي بتجمع بين النظرية النسبية لأينشتاين وبين ميكانيكا الكم. إنما الأزمة المنتشرة دي هي أزمة صحة جسدية، وده لأن بعد 3 شهور من إعلان منظمة الصحة العالمية عن انتهاء جائحة كوفيد-19 تم اكتشاف متحور جديد من سلالات كورونا، واللي ظهر لأول مرة في فبراير في إندونيسيا وبدأ ينتشر بشكل أكبر بين الدول لحد ما وصل لأكثر من 51 دولة على مستوى العالم. وعلشان كده وفي يوم 9 أغسطس قررت منظمة الصحة العالمية الإعلان عن المتحور الجديد EG5 على إنه متحور مثير للاهتمام ولازم ناخد حذرنا منه. طيب إيه بقى حكاية متحور كورونا الجديد ده وإيه أعراضه؟ وهل الموضوع ممكن يخرج عن السيطرة من تاني ويتحول لوباء عالمي؟ وإيه هي السلالات الجديدة المنتشرة لفيروس كورونا؟ وإيه المشاكل اللي ممكن تواجه وتهدد البشرية؟ كل ده وأكتر هتعرفه في حلقة النهاردة. ولكن قبل ما ندخل في الموضوع، لو انت لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتدوس على الجرس وتفعل كل الاشعارات علشان تشوف الفيديوهات الجديدة. ولو حابب تدعم المحتوى اللي بقدمه دوس على زرار السوبر ثانكس اللي على شكل قلب تحت الفيديو، وياريت تعمل شير ولايك للفيديو علشان ده يوصله لعدد اكبر من الناس وتستفيد منه ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، انا عماد عصام وده موضوع جديد من العلم بالملعقة. في البداية اللي لازم تعرفه ان فيروس كورونا مش مجرد فيروس واحد، ولكنه عبارة عن عيلة كبيرة بتضم حوالي 200 نوع من الفيروسات. وسبب تسمية العيلة دي بكورونا بيرجع للكلمة اللاتينية كورونا اللي معناها تاج. طيب ايه علاقة التاج بالموضوع؟ ده بيرجع للشكل المميز للفيروس اللي بيخليه يشبه التاج في تكوينه. يعني لو جينا وبصينا عليه بالميكروسكوب فهنلاقيه خارج منه اشواك شبه التاج، ودي عبارة عن بروتينات بتساعد الفيروسات انها تلتصق بخلايا الانسان وتدمرها. ولكن من رحمة ربنا لينا ان 200 نوع من الفيروسات دي 7 منها فقط بتستهدف الانسان، اما الباقي فبيستهدف الحيوانات. وبيرجع اكتشاف فيروس كورونا لاول مرة لسنة 1962 في الخنازير، واما فيروس كورونا البشري فكان اول مرة يتم رصده سنة 1965. وبالنسبة للسبع انواع اللي بتصيب البشر، في 4 انواع منها بتسبب نزلات برد وزكام، اما الثلاثة الباقيين في اعراضهم وخطورتهم ممكن تؤدي للوفاة. وده بالظبط اللي واجهناه وقت جائحة كورونا العالمية. واحنا مش هندخل في تفاصيل الاربع انواع الغير مسببة للوفاة، انما هنتكلم ونفهم اكتر ايه هي الثلاث انواع اللي ممكن تدمر مستقبل البشرية، وايه هي علاقتهم بمتحور EG5 الجديد. شوف يا سيدي، بالنسبة لاول نوع خطير من الثلاث انواع وهو نوع SARS-1 او متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد، واللي كان انتشاره سنة 2002 وتحديدا في الصين، وبدأ ينتشر في العالم كله سنة 2003. واكتشاف الفيروس ده بيرجع للطبيب الإيطالي كارلو أورباني، واللي بعد كده توفى بسببه. أما عن معدل الوفيات اللي سببها SARS-1 فكانت حوالي 750 شخص، ومعدل تفشي وصل لأكتر من 8000 شخص حوالين العالم، وكانت دول زي الصين وسنغافورة هم أكتر الدول المتضررة. وبسبب فرض رقابة وحظر تجوال ووقاية صحية قدرنا نسيطر على انتشار الفيروس، وبحلول سنة 2004 ما رصدناش أي تسجيل لحالات اشتباه بفيروس SARS-1. ومصدر فيروس SARS-1 غير معروف بشكل كبير، ويقال إنه اتنقل للبشر من الخفافيش أو عن طريق حيوانات زي القطط والسناجب. أما عن النوع التاني الخطير فهو فيروس MERS أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، واسمها بيرجع للمكان اللي بدأ فيه الفيروس، واللي هو مرتبط بالمملكة العربية السعودية اللي حصل في سنة 2012. وساعتها قدرنا نعرف ده لما أرسل الطبيب المصري علي محمد زكي أول حالة تم الكشف عنها في السعودية للعالم رون فوشر في هولندا. وبالنسبة لعدد المصابين فوصلت لأكثر من 2050 حالة إصابة وأكثر من 850 حالة وفاة حوالين العالم. وبيعتقد أن الفيروس ده في علاقة بتربطه بالحصانة وأنه اتنقل منها للبشر، سواء بطريقة اتصال مباشرة أو غير مباشرة. أما عن النوع الثالث فهو SARS-CoV-2، والمعروف بالنسبة لنا بCOVID-19 أو فيروس كورونا، واللي تم اكتشافه لأول مرة في ديسمبر سنة 2019 في مدينة ووهان الصينية. وده حصل بعد ما بدأ يظهر حالات التهاب رئوي مجهولة السبب، وفي 7 يناير سنة 2020 أعلنت الصين عن تحديد الفيروس المسبب للمرض. وبعدها في يوم 11 يناير 2020 نشرت الصين التسلسل الجيني للفيروس على الإنترنت، ومن بعدها أصبحت جائحة عالمية بتهدد بقاء الإنسان على كوكب الأرض. والفريق اللي اكتشف فيروس كورونا ده كان بيضم باحثين من مختبرات مختلفة في الصين بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات الدولية. ولو جينا نبص على طريقة اكتشاف الفيروس فهنلاقي انه كان بيستند على استخدام تقنية جديدة من نوعها، واللي بتقدر تقرأ تركيب الجزء للحمض النووي.
وباستخدام التقنية دي تمكن الباحثين من تحديد نوع وخصائص الفيروس المستجد من خلال مقارنة تسلسله مع تسلسلات فيروسات تانية معروفة. ووقتها بس قدرنا نعرف انه بيشبه فيروس سارس 1 بحوالي 80% من تركيبه. وعلى حسب اخر التقارير من منظمة الصحة العالمية، فعدد المصابين بفيروس سارس كوفيد 2 او فيروس كورونا في العالم كله وصل لحوالي 500,000 شخص، وعدد الوفيات وصل لحوالي 8 مليون وفاة. هتقولي معلش يا عمده، ايه علاقة الكلام ده بمتحور كورونا اي جي 5 الجديد؟ شوف يا صديقي، علشان نتكلم عن المتحور الجديد ده ونفهم حكايته بالظبط، كان لازم نفهم تاريخ الفيروسات دي والانواع المختلفة علشان نفهم المتحور ده جه منين ويعني ايه اصلا متحور. يعني لو جينا بصينا على اخر نوع اللي هو كوفيد 19 او سارس كوفيد 2، وبغض النظر عن المسميات، فهنلاقي ان النوع ده من الفيروس بيحصل له زي سلالات فرعية، او كمعنى علمي ادق بيحصل له طفرات جينية. وعلشان نفهم السلالات دي بتيجي وبتتقسم وبتتكون ازاي، لازم الاول نفهم آلية عمل الفيروس لما بيدخل الجسم، وليه بيبقى محتاج يدخل جسم كائن حي اصلا. الحقيقة ان الفيروسات بتكون بسيطة جدا، لانها عبارة عن قشرة من البروتين بتحيط بشوية من المواد الجينية، والمواد الجينية دي بتتكون من جزيئات بنقدر نمثلها على شكل سلسلة من الحروف، وكل مجموعة من الحروف بتشتغل مع بعض علشان يكون ليها دور محدد يساعد الفيروس. واصلا الفيروس بيكون ليه هدف واحد محدد، وهو التكاثر وانه يصنع نسخ كتير زيه. ولكن علشان الفيروس بيكون تكوينه بسيط جدا، فما بيقدرش يعمل ده لوحده. علشان كده هو بيستخدمنا سواء احنا او اي كائنات حية تانية زي الطيور والحيوانات، وفي كل مرة الفيروس بيصيب كائن حي فبيقوم مستخدم الخلايا بتاعته علشان يعمل منه نسخ، وبيكرر الامر ده من خلال مجموعة من الحروف والاكواد بشكل تكراري كبير، وعلشان كده بينتشر الفيروس. بس في النهاية بيرتكب غلط، لانه احيانا بيحذف او بيضيف حرف وقت ارسال الاكواد للعمل، او احيانا بيقلب الحروف ويبدلهم، والغلط ده بنسميه علميا بالميوتيشن او الطفرة، والطفرة دي بتغير شوية من تعليمات صنع النسخ التانية، وده معناه ان النسخ الجديدة مش هتكون شبه النسخ الاصلية. والنسخة المتغيرة دي يا صديقي هي اللي بتسمى بالمتغير او المتحور، وده ببساطة مفهوم الفيريانت او المتحور. ولان الفيروسات بتعمل دايما نسخ من نفسها، فمع الوقت هنلاقي ان في سلالات جديدة بدأت تظهر. وعلى سبيل المثال سارس كوفيد 2 او كوفيد 19 قدرنا نرصد منه طفرات جينية كتير بتتقسم لانواع مختلفة زي الفا كورونا وبيتا كورونا وجاما كورونا ودلتا كورونا. والمتغيرات دي ذات نفسها ممكن تتغير تاني، وبكده يظهر لنا انواع زي اوميكرون ومتحول جي 5 اللي بنتكلم عنه النهاردة. والجميل في الموضوع ان معظم الطفرات دي بتكون غير ضارة، وحتى بتضعف من الفيروس نفسه. بس في اوقات تانية بتدي التغييرات دي للفيروسات ميزات اضافية علينا، زي بالظبط اللي حصل مع كوفيد 19. وده معناه صديق ان ممكن اصلا كوفيد 19 يكون عبارة عن متحور او سلالة جديدة من سارس 1 اللي انتشر سنة 2002، ولما فضلت تحصل طفرات ليه قدرنا وقتها نرصد الطفرة اللي بتسمى علميا B117 او الفا كورونا، واللي هي سبب كوفيد 19 وانتشار الجائحة وقتها. ولو جينا بقى وقسمنا السلالات اللي تم انتاجها ورصدها من كوفيد 19، فهلاقيها بتتقسم كالتالي: الفا واللي تم اكتشافها لاول مرة في المملكة المتحدة في ديسمبر 2020، وهي اكتر قابلة للانتقال بنسبة 50-70% من السلالة الاصلية للفيروس. والسلالة التانية اللي هي بيتا، واللي تم اكتشافها لاول مرة في جنوب افريقيا في نوفمبر 2020، وهي اكتر مقاومة لمضادات الفيروسات بنسبة كبيرة من السلالة الاصلية. اما عن السلالة جاما، فتم اكتشافها في البرازيل في يناير 2021، ودي اكتر قابلة للانتقال بنسبة 2.5-3 مرات من السلالة الاصلية للفيروس. اما عن السلالة دلتا، فتم اكتشافها في الهند في اكتوبر 2020، وهي اكتر قابلة للانتقال بنسبة من 80-120% من السلالة الاصلية للفيروس. اما عن السلالة اوميكرون، فتم اكتشافها لاول مرة في جنوب افريقيا في نوفمبر 2021، وتعتبر اقوى واكتر قابلة للانتشار 1000 مرة من الفيروس الاصلي. وفي حالة ان كانت الانقسامات دي ضعيفة، فهنقول عليها مثيرة للاهتمام او اختصارا VOI. ولكن لو كانت قوية، فهنقول عليها مثيرة للقلق او اختصارا VOC، او المتغيرات الخاضعة للرقابة VOM. اما بالنسبة للسلالة الجديدة اللي هي المتحور EG5، فهو ناتج عن طفرة حصلت للمتحور اوميكرون في اندونيسيا في 17 فبراير. وفقا لبيانات مراكز السيطرة على الامراض والوقاية CDC، فاكتر الدول انتشارا للمتحور ده هي الولايات المتحدة، وتسبب في اكتر من 17% من حالات كورونا في امريكا، وعدد حالات كوفيد الجديدة بين 10 يوليو و 6 اغسطس زادت بما يقارب 1.5 مليون مصاب، يعني اعلى بنسبة 80% مقارنة بال 28 يوم اللي قبلهم. وكان في البداية المتحور الجديد متصنف على انه متغير تحت الرقابة، ولكن بعد كده يوم 19 يوليو صنفته منظمة الصحة العالمية على انه متغير مثير للاهتمام. ووفقا لتقرير جديد، فالمتحور ده ليه متحور مستنسخ منه اكنه ابنه، ولكن ورث صفات مختلفة، وتم تسميته بـ EG5.1.
وأعراضه مش أكتر حدة، ولكنه أكبر قدرة على الانتشار والهروب من المناعة بالمقارنة بباقي المتغيرات. علشان كده الموضوع خطير، لأن كل ما الفيروسات فضلت تستنسخ نسخ جديدة من نفسها فده هيضرنا أكتر، لأنها هتكون شايلة صفات وراثية أقوى، والمناعة بتاعتنا لسه مش مدركة الصفات الجديدة دي. فعلشان كده لو الموضوع ما تعملناش معاه باهتمام، فمن الممكن نوصل لجائحة تانية لا قدر الله على مدار كام سنة من خلال ظهور متغيرات أقوى وأقوى. فاحنا حاليا تحت رحمة احتمالات الأكواد المستنسخة عشوائيا عن طريق الطفرة الجينية. هتقولي بس احنا كده عمدة جنسنا البشري ممكن ينتهي، هل في حلول مباشرة للقضاء على الفيروسات دي؟ المشكلة ان الحل مش بالسهولة دي، وده لان الفيروس مش بياخد قرارات عن وعي، انما هو تحت حكم العشوائية التامة ولا يمكن التنبؤ بسلوكه على الاطلاق، لان الطفرات دي زي ما قلنا بتحصل في الاساس بسبب اخطاء عشوائية. بس اللي لازم نعرفه ان كل ما فضل الفيروس جوه جسم المضيف فكل ما زاد عدد المصابين، وده هيؤدي لتغيير الفيروس بشكل اسرع لسلالات كتيرة، وكل ما تراكمت المتغيرات دي كل ما زادت فرصة تطور الفيروس لشيء خطير. وعلشان كده معظم الاطباء بينصحوا بالتطعيمات، لان استجابتها المناعية للفيروس اقوى من استجابة مناعة جسمنا ليه، ولكن ده مش معناه اننا هنقضي على الفيروس. وبيقولوا الخبراء اننا لو ادينا الفيروس وقت كافي ودورات تكاثرية فهيقدر يلاقي حل للمشكلة اللي قدمناها ليه، واللي هي المضادات المناعية واللقاحات، وده معناه ان الفيروس لو خد وقت كافي في جسمنا فاللقاحات اللي صنعناها مش هيكون ليها اي فايدة. والفكرة ان علشان نقتل المتغيرات والنسخة اللي بتحصل دي فلازم نقتل الفيروس من الاساس، وده ممكن نقدر نعمله عن طريق اللقاح، بس لازم يبقى في وقت قياسي سريع وتحت تنظيم عالي الدقة، وده ما بيحصلش للأسف بسبب ان اللقاحات بتوصل للبلدان المختلفة في وقت متأخر ومش بالسرعة الكافية، وده معناه وقت زيادة للفيروس. فهل تفتكر احنا ممكن نقدر في يوم من الايام نطبق ده ونتغلب على كل النسخ الموجودة من الفيروس وصولا ليه ذات نفسه ونفيه واعدامه تحت حكم الجنس البشري؟ فهل تفتكر الجنس البشري هيتغلب في المنافسة دي على الفيروسات، ولا الفيروسات هي اللي هتحكي قصة بطولتها للأجيال اللي جاية؟ هستنى اعرف رأيك في الكومنتات، وكالعادة هسيب لك المصادر تحت الفيديو في الديسكريبشن، ولو حابب تدعم المحتوى اللي بقدمه دوس على زرار السوبر ثانكس اللي على شكل قلب تحت الفيديو، ولو انت مهتم بالعلوم بشكل عام وبالفيزياء والفلك بشكل خاص ما تنساش تشترك في القناة علشان تتابع المواضيع الجديدة، وكمان اشترك في قناة غموض بلا حدود اللي بقدم فيها محتوى شيق ومختلف، هسيب لك اللينك بتاعها تحت الفيديو في الديسكريبشن، واشوفكم قريب على خير في فيديو جديد ومفيد ان شاء الله.